كيلة مرعبة بروسيا دورتموند مع يورجن كلوب، مش احتلني فاز بذكر فاز على فاز ريال مدريد باربعة اربعة في ذاك الموسم. بروسيا دورتموند فاز بالنهائي كأس ألمانيا امام البايرن في ملعب برلين بخماسية مقابل هدف واحد. صح. كان ادل نعم خسروا امام بايرن. نعم شلوتنبرغ مع هوملز ثنائي قوي جدا في محور الدفاع. لا لكن ثقيل محمد هوملز يرتكب الكثير من الاخطاء. شوف هوملز لو بالخبرة باريس سان جيرمان لو يضغطوا عليه مليح، لو كان مثلا يديروا كولومواني خليهم كولومواني ولا يفعل شيء. اسمعني كولومواني قوي جدا بدنيا، يعني حطوه كرأس حربة مع وجود مبابي على الجهة على اليسار وديمبيلي على اليمين، ويكون ضغط كبير من فريق باريس سان جيرمان على أتكلم عن الضغط العالي. نعم. صدقني راح يرتكب أخطاء وراح يتسبب في أهداف لبوروسيا دورتموند. نعم ميدو تفضل. ثنائي محور اعتقد بانه تشكيله بوروسيا دورتموند هذه اصلا تواجدها في دور نصف النهائي يعد انجاز بالنسبه للبي في بي اللي ربما يبقى هذا الموسم او يصارع المركز الرابع في الدوري الالماني رفقه لايبزيغ. نعم. ترتيب متقارب جدا حول تمريرة شلوت البرغ لازم نركز عليها. نعم. ايضا تمريرة تمريرة طولية اخترقت الدفاعات الباريسية. ايضا في بوروسيا دورتموند سابيتزار عاد المستوى اللي كان به لما كان في لايبزيغ، انتقاله للبايرن كما نقول احنا بالعاميه غمو شويه غطى عليه. كاين نجوم. نعم كاين بزاف نجوم في وسط ميدان نادي بايرن ميونخ. بعدها عاودته الى بوروسيا دورتموند خلاته يقدم اداء عاود حياة من جديد، يقدم اداء جيد رفقه سانشو فول كروك هكذا. نعم. قلب الهجوم. ممكن بوروسيا دورتموند في مباراه العوده يستطيع الصمود، يستطيع مباراه باريس سان جيرمان، ولو انه نتيجه 3 مقابل 0 لم تعد فخان مثل ما كانت في واحد الوقت لما كان. نعم. احتساب افضليه الهدف خارج الديار، تكون منهزم 2-0 تسجل هدف تتاهل 2-1 انك تتاهل خارج الديار، لكن تبقى مباراه العوده يوم الثلاثاء القادم صعبه جدا بالنسبه للبي اس جي المطالب برد الفعل، وستكون صعبه ايضا على نادي بوروسيا دورتموند الذي سيلعب في ملعب حديقه الامراء امام البي اس جي بمبابي بباركولا ديمبيلي. لعبوا في مجموعات لعبوا فاز بي اس جي هدفين مقابل. النتيجه اليوم مفاجئه؟ لا لا مش مفاجئه، ليست مفاجئه عادي لنتيجه، لكن الجميع كان يرشح باريس سان جيرمان والاغلب الجميع الاغلب كان يرشح باريس سان جيرمان بحكم الجماعه. شوف الاستوديو فقط انت رشحت بوروسيا دورتموند، انا رشحت بوروسيا دورتموند، مين يرشح بوروسيا دورتموند؟ لكن بالنظر الى الاسماء من يرشح بي اس جي احمد بن ذكي. بالنظر الى الاسماء الموجوده في البي اس جي، بالنظر الى ان ولا احد قبل بدايه هذه الدوره كان يرشح بوروسيا دورتموند، انا لما نقول لك الجميع امين، نتحدث عن تقنيين، نتحدث عن صحفيين، نتحدث عن مواقع التواصل الاجتماعي، يعني توقعات بفوز دورتموند اليوم كانت ضئيله مقارنه بالبي اس جي. لا لا ما كانش ضئيله محمد، احنا كنا مرشحين دورتموند. لما تشوف البي اس جي بالاسامي الرنانه اللي كانت عندها موجوده الموسم اللي فات والموسم اللي ما قبل اللي فات وما لحقوش الدور هذايا، اليوم بمجموعه يعني تقريبا لاعبين غير معروفين في المستوى العالمي ولحقوا الدومي فينال، نقول بلي انا هذه نتيجه ايجابيه للبي اس جي، ونستناو المقابله تاع العوده. إيه ربما يقدروا يمشيو للنهائي. ولو انا كنت نقول البي اس جي ماهوش كبير اوروبا. انا ما فهمت شيء واحد فقط في باريس سان جيرمان هذا الموسم، استخدام كولومواني من فرانكفورت ب 94 مليون اورو. تحطوا في دكه البدلاء. لا ماشي مستواه منخفض، دوك ما يلعبش بالبري داشا ديالو 94 مليون اورو لازم يكون كاساسي، حتى اداؤه متدهور. هو لك ميدو حبيت نقول لك بلي لازم تكون عندك لازم تكون عندك دراسه متانيه البروفايل تاع اللاعب باش تشوف اسك تدفع فيه 94 مليون اورو. تصور وين 94 مليون اورو كنت قادر تجيب لاعب من اعلى مستوى. تصور اين وصلنا اليوم باش في كره القدم، مثل ما تحدثت في الجزء الاول عن اموال البترول التي كما يقول لك شغل هي اللي عوجت كره القدم. مهاجم مثل كولومواني 94 مليون اورو لا يقدم اي شيء. باركولا افضل منه بكثير. باركولا افضل منه، وخاصه انه كان ضيع في نهائي كاس العالم امام الحارس ديبو مارتينيز، الشيء الذي تسبب في العديد من صدمات القلب للكثيرين، ولن يغفر له الكثير بسبب كولومواني. ممكن وميدو يأسف لعدم تواجد برشلونه اليوم. امين كولومواني ممكن جدا ان يكون اساسيا في مباراه العوده. ربما لا افضل منه، ربما سيرتاح باركولا وسيدخل كولومواني للعب الى جانب مبابي في الهجوم في مواجهه. انا قلت لك شوف محمد، نظرا الى بروفايل هوملز ما تلقاش احسن من كولومواني اللي تحطه باش يضغط. نعم. عليه لانه قوي بدنيا
وسريع يضغط عليه راح شوف اذا ضغط عليه وضغطوا فريق باريس سان جيرمان مارسوا الضغط العالي على بوروسيا دورتموند وهذا المنتظر والمتوقع بما انهم سيلعبون على ارضيه ميدانهم متاخرين في النتيجه بهدف مقابل صفر فصدقني هومل سيضطر لارتكاب الاخطاء نعم. وربما يتسبب في اهداف كولومواني يساعد في التسجيل والصناعه وصاحب مجهود بدني وفير ربما لا يتلائم مع أفكار لويس أنريكي الهجومية لذلك لا نشاهده كثيرا قاسي سعيد لكن منافسة ما بين المهاجمين في البي اس جي خاصة على الرواق الأيسر ما يقدرش يلعب مع 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 مبابي ولا حتى مع باركولا مع باركولا ميدو يعرفوا أحسن وقال لك القيمة يعني القيمة ديالو 94 مليون دفعها البي اس جي بزاف كثير اللي لعب اللي ما عندوش اسم في في نعم. لماذا نشاهد اليوم مثلا اسانسيو يدخل مكان ديمبلي حتى اسانسيو فقد يكون شوف كان كاين اسانسيو قبل الاصابه وبعد الاصابه اصبح نعم. اسانسيو اخر نعم. الاصابه التي تلقاها اللي هي ليغامون كروازي والمينيسك الافوا صعبه جدا مع رونالدو الفينومينو اللي يقدر يولي دو فوا من لي زوبيراسيون تاع ليغامون كروازي وبقى في المستوى ديالو العالي اللي كان به البقيه هذه الحالات استثنائيه اصابات مثل اصابه اسانسيو قليل اللي عاود يولي المستوى ديالو فيها خاصه انه اسانسيو لما اصيب في المره الاولى في سنه 2020 كان اصيب في الولايات المتحده الامريكيه في مباراه وديه في اوت 2019 وغاب كان سيعود في فيفري 2020 جاء الكوفيد زاد توقف فتره ما ولاش المنافسه كان تقريبا ضيع موسم باكمله الشيء اللي ما خلاش يقدر يعاود يولي المستوى اللي كان فيه وهذا هو التخوف الذي يبديه الجميع مثلا في برشلونه مع غافي هل سيعود غافي بنفس المستوى لانه اصابته تقريبا نعم. مشابهه لاصابه اسانسيو نعم جيد سانشو يصبح ثاني لاعب في دوري الابطال يقوم ب 12 مراوغه في مباراه واحده رقم القياسي بحوزه ميسي 16 مانشستر يونايتد نعم 16 مراوغه 11. نعم 16 مراوغه في مباراه واحده اليوم جيد سانشو 12 مراوغة في مباراة واحدة ميسي في هذه كي كان يكون جاي لي زونترينمون يدريب لي في الطريق يدريب لي كان نعم. بزاف جيدن سانشو ظلم كثيرا في نادي مانشستر يونايتد ولم نعطي حقه اليوم من الثناء والمديح نعم سانشو لا لا ادى اليوم مقابلة رائعة محمد اعطيني شعور إيريك تين هاج نعم مدرب مانشستر يونايتد الذي تسبب في رحيل ظلمه نعم. يعني سانشو لاعب ذو جودة عالية لا ظلمه المدرب تاع مانشستر يونايتد شوف تسبب في رحيل كريستيانو رونالدو مباشرة بعدها وزاد تسبب في رحيل جيدن سانشو وسيتسبب في رحيل جماهير مانشستر يونايتد نعم يبدو أننا تحدثنا عن كل شيء يخص هذه المباراة إن كانت لديكم أي إضافة أو توقعاتكم لمواجهة العودة نبدأ بك بن شافر شوف مباراة قلتلك صعبة بما أنه هدف لصفر ونتيجة مفخخة باريس سان جيرمان يستطيع العودة في المباراة ولكن أنا أبقى عند رأيي أرشح بوروسيا دورتموند لتجاوز عقبة الفريق الباريسي والتأهل إلى المباراة النهائية والله تعالى أعلى وأعلم هذه تبقى مجرد تكهن نعم ميدو أنا من البداية رشحت نهائي دورتموند بايرن دونك شتها ما باور بايرن يعني ما حبشت هادوك قاسي سعيد دوك فيديوهات كاينة يقول لك هذا رشح البايرن ومن بعد سمانة موراها الدار رشح ريال مدريد لما تمد كلمة تشد فيها إلى غاية الدقيقة الأخيرة أنا مديت قلت رشحت البايرن أنت أهل ريال مدريد ماهيش سي با زون غون شوز باسكو راح تكون النهائي رقم 18 ما تحبش لا وإلا تأهل بايرن راح يكون فرصة لإنقاذ موسمه بعد موسم كارثي بالنسبه للفريق يتاسف لهذا وجودي وراح يزيد يتاسف في النهائي قاسي سعيد برشلونه ضيع فرصه ذهبيه للوصول للنصف النهائي لانه يعني بمستوى بي اس جي ما يفيدك الوصول للنصف النهائي